منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وحالات التضامن والتكاتف الشعبي للأفراد شكل صورة مضيئة وسط ظلام الكارثة التي ألهبت المشاعر الإنسانية ودفعت آثارها المدمرة العديد من شعوب العالم وبمعزل عن حكوماتها تنظيم حملات إغاثية لنجدة ملايين العائلات المنكوبة من جراء الزلزال. هنا في حلبجة شمالي العراق أطلق سكان المدينة حملة تبرعات للمتضررين في المدن التركية والسورية التي تعرضت للزلزال. بعد الزلزال الذي ضرب مدنا في سوريا وتركيا وما شهدته من خسائر مادية وبشرية مؤسفة، اليوم ووفق الواجب الأخلاقي والإنساني قمنا نحن أهالي مدينة حلبجة بتنظيم حملة تبرعات لإغاثة المتضررين في تلك المدن جراء الزلزال. سكان المدينة تطوعوا بصورة فردية لجمع التبرعات وشراء الغذاء والألبسة وإرسالها إلى منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا. حبيت أشارك مساعدات أخواننا المنكوبين اللي بتركيا واللي بسوريا، وبلكي هاي الأشياء توصل لهم تنقذهم من البرد، من الجوع، من الوضع المأساوي اللي هم بي. الواجب الإنساني هو ما دفع سكان حلبجة لنجدة إخوانهم في المناطق المتضررة في تركيا وسوريا. لجمع التبرعات والمعاناة والإعانات لمواطنين حلبجة حتى نقدم الجزء البسيط من المساعدات إلى أهالينا في منطقة سوريا وتركيا، لأنه هذا الزلزال مدمر حصل كارثة الإنسانية. قوافل الإغاثات والمساعدات الطارئة من الشعب العراقي متواصلة لتعكس نوعا من التفاؤل في ظل الصورة القاتمة التي يفرضها حجم الدمار الكبير التي تعرضت له مناطق الزلزال في تركيا وسوريا.